حضرنا طلبنا التأخير، وكذلك زوجة الزميل نصبت كمطالبة بالحق المدني، وتنصبوا واحد العديد من الزملاء والزميلات المحترمين محترمات من الدار البيضاء، وطلبوا واحد المهلة لإعداد الدفاع، وهذا حق مشروع حقوق الدفاع كما قلت أنا في اللقاءات السابقة معكم، ولا على إثر التأخير ديال هذا، حنا هذا حق الدفاع، وما يمكن للمحامي إلا أن يكون منخرطا فيه انطلاقا من الإيمان بأن حقوق الدفاع هي حق مقدس. حنا كذلك طلبنا التأخير لجوج الأسباب. أولا كاين تنصيبات جديدة ديال الزملاء وزميلات إما بصفة شخصية أو بتكليف من منظمات نسائية أو حقوقية، إما تتنصب في هذا الملف لأنها نضلات على هذه المسألة ديال حقوق النساء، وبالخصوص هذه المسألة ديال النسب واللي كينتج على واحد العديد من العلاقات بين قوسين يعتبرها الفيق الدين غير شرعية، ويعتبرها الإنسان علاقات عادية في معاشرة ما بين المرأة والرجل، تنصبوا لهذه الاعتبارات هذه. وكذلك دلينا احنا كريمة حضرت وليلى لم تحضر لأسباب صحية، ودلينا بشهادة طبية من طبيبة محلفة اختصاصية في أمراض النساء اللي كتحكي الوضعية ديالها، لأن ما دازش عليها هادشي بالسهل، دقيقة من الحرية اللي تحرم منها الإنسان كتشكل خطورة، وخطورة كبيرة على نفسيته، وبالأحرى إذا كانت أم رضيع وتحرمت من الرضاعة بالنسبة للبنيتة ديالها. حنا بالنسبة لنا مرة أخرى تنبغيو نشكروا هاد المنظمات النسائية والمجتمع المدني اللي حضر كيأزر هاد السيدة هادي، وكيطلب هاد القضية العادلة ماشي غير ديال ليلى. أنا كما قلت هادي قضية مجتمع، ما كنتش كنطق عن الهوى، لأنه هاد المسألة هادي ناضلت عليها الحركة الحقوقية والحركة النسائية والقوى الوطنية الديمقراطية باش يكون عندنا واحد المجتمع فيه للمرأة كرامة وحقوق إنسانية كما هو متعارف عليها عالميا. هاد السيدة هادي تقدمت بدعوى النسب وتفبرك لها هاد الملف، وعندنا كلامنا مسؤول، كلامنا مسؤول. هاد السيدة هادي وانتم شفتوا التصريحات ديال الأستاذة في العديد من المواقع، تقر بالعلاقة والرابطة اللي كانت بينها وبين الزميل، وبالتالي يعني وكاين شهود في الموضوع اللي الآن تيتقدموا تلقائيا وغادي يحضروا في المحكمة، ماشي بنقولش باثنا وثلاثة أو أربعة، كنقول بالعشرات. هذه مسألة الآن هي مسألة ماشي ديالتنا، مسألة رأي عام، مسألة ديال حقوق الإنسان، مسألة ديال حقوق النساء، والمنظمات مشكورة صدرت بلاغ في الموضوع، كذلك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على حساب ما اطلعت من وسائل الإعلام دارت منتدب اللي غادي يراقب هذه المحاكمة هذه. نقابة المحامين في الدار البيضاء لازم نشكروها على الحضور ديالها اليوم والحسن التدبير ديالها لهذه الجلسة اللي مرت أجواء عادية بين الزملاء، عادي ما يقوم من هذا، ولكن كنبقاو في نهاية المطاف نحن الزملاء، غايتنا الأساسية ماشي هي التدافع فيما بيننا، التدافع من أجل نصرة الحق والحقيقة، وأولى مؤشرات الحقيقة والحق في هذا الملف هو ما تم من قرار بيوم الاثنين من تمتيعها بالصراحة المؤقت. هذا الصراحة المؤقت اللي كنعتبروا احنا واحد المؤشر دال على قناعة المحكمة بعدالة قضية ليلى، وبأنه التهم المنسوبة إليه من طرف النيابة العامة لم تكن مؤسسة، كذلك موقف النيابة العامة في الجلسة يوم الاثنين واللي كان موقف يعني كنعتبره أنا يعني عادي في المسار الإنساني لأي مسؤول وأي واحد خذا قرار، تراجع القرار الاعتقال لا يعني تناقض في المواقف السابقة، أو كما قالوا بعض الزملاء كاين واش كاين شي مستجدات أو تغييرات، المتغيرات راه هي بانت للرأي العام، راه بانوا بزاف ديال الأشياء، وكما كنقول ما خفي كان أعظم.